اذا احنا اليوم راح نكمل بالموديلنج تبع السكند اوردر سيستم سبرينج ماس دامبر. راح اخذنا مره قبل الاندر دامب ريسبونس الاوفر دامب ريسبونس. اليوم راح ناخذ الكريتيكلي دامب ريسبونس. اذا بتتذكروا كان عندي الترانسفير فانكشن اللي بدي اسميها جي اوف اس لهذا السيستم كانت واحد على اس سكوير في ام اللي هي الماس زائد بي اس اللي هي بي معامل الدامبر او دامبنج كوفيشن وكي اللي هي ستيفنس تبعت السبرينج. المره الماضيه في حاله الاوفر دامب كيس كان عندي بي سكوير اكبر من 4 كي ام مضبوط. والحاله الماضيه اخذنا بتذكر بحاله الاوفر دامب اخذنا ام يساوي 1 كيلوغرام دي تساوي 5 نيوتن في متر بير سكند كي كانت 4 نيوتن. هاي كانت حاله الاوفر دامب كيس. وفعلا هون اذا بنطلع راح نلاقي انه بي سكوير 5 تربيع 25 اكثر من 4 في 4 اللي هي 4 في 4 في 1 اللي هي 16. هلا لو اجينا بدينا ننزل الدامبنج وشفنا الريسبونس بتاعت الماضي كان شكله الى حد ما بيشبه هيك، كان في هاي اللي هون انا بسميها الدلم مش شيء علمي كثير يعني، بس هاي بتميز هذا السيستم عن الفيرست اوردر اللي اخذته الفيرست اوردر ريسبونس. اليوم راح نركز على الكريتيكال دامب سيستم. كيف ممكن هذا السيستم يصير كريتيكال دامب؟ شو ممكن اعمل؟ ايش ممكن اغير بهذا السيستم بحيث انه يصير كريتيكال دامب؟ تمام، يعني اول ما بخطر ببالك ايش نزل بيه؟ مضبوط، لانه هو اوفر دامب. اذا بدي اخفف الدامبنج تبعه المنطق بيقول اني اخفف قيمه الدامبر فاخلي 5 ايش اعملها؟ 4. تمام شكرا لك. اذا هلا لو جينا اخذنا الكريتيكال دامب سيستم اذا رح ناخذ الكريتيكال دامب سيستم اللي فيه بي سكوير بتساوي 4 كي ام. وحتى يكون هذا يحصل راح احط ام بتساوي 1 مش راح اعيد اليونتس هون واضحين اليونتس وبي بتساوي 4 اوكي تساوي 4 فراح يصير عندي 4 في 4 16 ناقص 4 في 4 16 بتساوي 0. اذا هون راح يصير في عندي راح يصير السيستم كريتيكال دامب. بدنا نشوف كيف بدنا نحله ونطلع التايم دومين ريسبونس زي ما عملنا المره الماضيه. حتى نقدر نطلع التايم دومين ريسبونس رح نحتاج كمان 1 لابلاس ترانسفورم بير. ليش بقول بير؟ زوج في عندي التايم دومين واللي بصاحبه بالفريكونسي دومين في فانكشن اسمها راوند. احنا طلعنا لحد الان عن ستيب لكن في عندي فانكشن اسمها ران والران من اسمها واللي كانت هاي تي رياضيا هاي كيف وصف هاي الفانكشن تبعتها؟ في شيء ناقصها كي بس ناقصها شيء لو انها تي هاي شو تكون قبل الزيرو؟ مضبوط؟ لو انها فعلا تي بس هذه طلعوا كيف قيمتها؟ قبل الزيرو قديش؟ زيرو بعد الزيرو تي اليو اوف تي يو اوف تي تمام. اذا لو عندي يو اوف تي تي اللي هي هاي عباره عن راند بس ما لها وجود قبل تايم زيرو زي ما احنا اتفقنا من هون راح يصير عندي لابلاس ترانسفورم تبعها 1 على اس سكوير. تذكر حالنا مره ثانيه لما كان عندي ستيب فانكشن يونت ستيب فانكشن لابلاس ترانسفورم 1 على اس. تذكروا لما كان عندي شيف لما كان عندي اي ماينس اي تي ايش كان لابلاس ترانسفورم؟ 1 على اس زائد اي. طيب هون هلا سؤال لو عندي 1 على اس بلس اي تربيع شو بتصير هنا؟ شو بتشبه ال 1 على اس بلس اي تربيع؟ بتشبه الاكسبوننشال من اي ناحيه؟ في هالشيء بس كمان شو بتشبه؟ اليو اوف تي بتشبه هاي 1 على اس سكوير 1 في سكوير 1 بتشبه هاي. اذا هي بتشبه هاي بس ايش فيها؟ الشيفت. اذا شو راح تكون؟ اليو اوف تي كانها هي يو اوف تي تي بس ايش معمولها؟ شيفت هون. اذا شو راح تصير في النهايه؟ تي في اي تو ذا ماينس اي تي واليو اوف تي ضمنيا هي موجوده في الموضوع يعني عشان هيك في كثير بيكتب خلص بشيل اليو اوف تي
وحط ستيت متعمل هدول ما هوش موجود. إذا نلاحظوا هاي واحد على S plus A squared هي T مع E to the minus A of T لأنه راح يحتاجها اليوم، حطيتها لأنه راح يحتاجها. طيب خلينا إذا هلا نبدأ نحل كيف إيش كانت الخطة تبعتنا، تتذكروا المرة الماضية حكينا إيش بنعمل؟ بنطلع تمام؟ بنحولها لـ F of S، ناخذ F of T بنحولها لـ F of S، G of S هني عندي جاهزة، بس بدي أعوض الطريقة هذول. بعدين ايش بعمل؟ بضرب f of s في g of s، صارت ايش عندي؟ x of s، x of s ايش لازم اعمل عليها؟ partial fractions expansion بعدين inverse Laplace transform. اذا خلينا نطلع على x of s، خلينا اول شيء نلاقي f of s، f of t شو بتساوي؟ لساها واحد على s لسه step function. اذا f of s بتساوي واحد على s. صارت عندي هلا x of s بتساوي f of s g of s واللي هي بتساوي 1 على s مضروب في s سكوير زائد 4 s زائد 4. ماشي واضح ليش؟ لان عوضنا بس الورقيه عوضتهم بالفانكشن اللي موجوده، فصارت عندي هاي s سكوير زائد 4 s زائد 4. طيب هاي شو تحليل؟ شو تحليل s سكوير زائد 4 s زائد 4؟ طلع الفورمولا، شوف اطلع معي الفورمولا. اس ماينس 2 اس بلس 2. طيب خلينا نشوف اس ماينس 2 في اس بلس 2 هذا فرق بين مربعين. لا لا صحيح. ايش اطلع معي هون؟ ماينس 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 شو بيطلع معي؟ كان المفروض يطلع ماينس 4 اس هون، اذا ايش لازم يكون ماينس بلس 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 بلس. بدنا نعمل هلا partial fraction expansion مضبوط؟ عندنا شوية مشكلة هون بال partial fraction expansion. يلا اقترحوا علي كيف نعمل partial fraction expansion؟ شو ممكن نحط أول شيء؟ ناخذ A على S. أوكي؟ طيب ايش كمان ناخذ؟ B على S B على S زائد 2 بس وزائد C على W. تمام، هاي وين أخذتها؟ وين اخذت؟ طيب خلينا نتذكر ليش انتم مش متذكرين؟ مين متذكر هاي؟ الكل متذكرها؟ مين ناسيها ما كان متذكرها؟ طيب اذا لما يكون عندي ريبيت روتس ما بقدر اخذ بي على اس زائد 2 زائد سي على اس زائد 2، ما راح يطلع معي جواب، راح يطلع معي ارقام عجيبه، ما راح يزبط. لما يكون عندي ريبيت روتس، ريبيت يعني مكرر روت، لازم اخذ بي على اس زائد 2 زائد سي على اس زائد 2. هلا بدنا نعمل البارشل فراكشن اكسبانشن. هلا هون عندي في اكثر من طريقه، رح نستخدم طريقه الريزيديو، رح نفرجيكم كيف تعملوا طريقه اخذت كيف تطلعوا هدول اللي بيكونوا ريبيتد روتس، اي طريقه استعملتوا الريزيديو ولا عملتوا معادلات سيمتينس كويشنز وحليتوا. طيب رح نفرجيكم طريقه الريزيديو اليوم، بنحب نحلوا على المعادلات كمان زي ما بدكم، رح نحاول ناخذ طريقه جديده. اذا اول شيء هلا بعمله، هلا هذه شو بتساوي؟ بتساوي 1 على اس في اس زائد 2 تربيع. مضبوط، وهدفي هي المعادله هاي بدي اطلع قيم A و B و C. راح اضرب الطرفين في S زائد S سكوير تربيع، إذا ضربت الطرفين في S ضرب S بلس بلس 2 تربيع راح يصير عندي 1 يساوي، لما بضرب S هون بصير عندي S زائد 2 تربيع زائد، لما بضرب هاي هون راح يصير عندي S في S زائد 2 في B، ولما بضربها هون راح يصير عندي اس في سي. مضبوط؟ ايش اللي ممكن اعوضه قيمه اس الان بحيث اني اطلع واحد من الفاريبلز مباشره؟ شو قيمه اس اللي ممكن اعوضها مباشره؟ واحد هل بضبط؟ واحد بطلع سي ماينس 2. لاحظ ماينس 2 بتحل لي مشكله، بتخلص من هاي مش هاي بتصير زيرو، بتخلص من هاي هاي بتصير زيرو، لكن هاي ما بتصير زيرو، بتصير هاي ماينس 2، فبتصير ماينس 2 سي بتساوي واحد مش اثنين. اذا ست اس بتساوي ناقص اثنين بصير معي سي بتساوي، بصير هاي ناقص اثنين بصير ناقص واحد على تمام. ماشي كويس هيك. هلا حتى اكمل ما بقدر اعوض قيمه ثانيه لاس، لو عوضت اس مثلا لو عوضت اس زي راح يطلع معها معادله في اي وبي. في طريقه سهله هلا اذا بدكم تستعملوا الطريقه الاصليه تبعتكم بصير، بس هلا اول شيء بنعمله بنشتق بالنسبه لاس، مش
بقدر اشتق كل شيء هون بالنسبه لاس وانا عامل قيمه سي. رح اشتق هذا كل شيء بالنسبه لاس، الطرفين بالنسبه لاس. لما بشتق واحد بالنسبه لاس شو بتعطيني؟ صفر صفر تمام. لما بشتق اس بلس 2 تربيع اي بالنسبه لاس 2 2 اس بلس 2 اس زائد 2 تمام. مضروبه في اي زائد. لما بشتق هذه بالنسبه لاس اسهل شيء اخلي الاس جوا واشتق اس في اس كثير اس سكوير زائد 2 اس فايش مشتقة اس سكوير 2 اس زائد 2 في بي وسي انا اصلا عارف قيمتها مشان مشتقة اس سي بالنسبة لاس شو بتعطيني؟ سي سي وسي قديش قيمتها؟ ماينس ماينس نص. هلا اطلعوا هون هل في قيمة لاس بقدر اعوضها بحيث اطلع اي وقيمة ثانية لاس اعوضها بحيث اطلع بي؟ كيف ممكن اخلي هذا زيرو؟ ماينس 2 ماينس 2 اذا حطيت ماينس 2 بلس 2 بتصير هذا زيرو مش هيك؟ بعوض هون ماينس 2 بتطلع معي قيمة بي، خلينا نشوف شو بصير معي. زيرو بتساوي لما بعوض اس ماينس 2 هذا كله بصير زيرو. لما بعوض اس ماينس 2 بصير 2 في ناقص 2 ناقص 4 زائد 2 بصير ناقص 2 بي ناقص نص، مضبوط؟ اذا بي شو بتساوي؟ اذا تروح هذه على الجهة الثانية بصير زائد نص بصير عندي ناقص ربع. مضبوط؟ هي صارت عندي قيمة بي، هي عندي قيمة سي، شو ضل عندي آخر شيء؟ أنا ممكن إيش القيمة اللي ممكن أحطها لإس بحيث إني أخلص من هذا الجزء، يضل هذا الجزء ماينس نص ماينس إيش؟ نص ماينس واحد مش هيك؟ إذا حطيت ماينس واحد 2 بصير ناقص 2 زائد 2 بصير هذا زيرو، إذا أنت حطيت إس بتساوي ناقص واحد، هون إحنا حطينا إس بتساوي ناقص 2، هلا رح نحط إس بتساوي واحد جيفز بصير عندي هذا كله بيختفي طلع عندي ناقص نص وهذه بتصير ناقص واحد زائد اثنين بتصير زائد واحد في اثنين مضبوط؟ بصير عندي اثنين اي ناقص سي بتساوي زيرو، اذا اي شو بتساوي؟ ماشي واضحه هاي الطريقه؟ بتحب تستعمل الطريقه اللي انت متعلمها بالتحليل ما فيش مشكله اللي بدك اياها. بس هاي الطريقه ميزتها لو عندي ثلاث مكعب او القوه الرابعه او الخامسه كمان سهل ان احنا مرحله هاي اسمها طريقه الريزوليو. اذا شو صار عندي هلا البارشل فراكشن اكسبانشن؟ اكس اوف اس بتساوي اي على اس، اي قديش طلعت قيمتها؟ ربع، اذا واحد على اربعه اس ناقص بي ناقص ربع واحد على اربعه في اس زائد اثنين واخر شيء سي طلعت معنا قديش؟ ناقص نص اللي هي واحد على اثنين اس زائد 2 تربيع. هلا هدول كلهم لازم اذا رجعت كل واحد فيهم عن جدول تبع لابلاس ترانسفورم الاقي له شيء مش هيك ولا مش حقدر اكمل. واحد على اس قلنا ايش الانفرس لابلاس ترانسفورم تبعها؟ يو اوف تي. واحد على اس بلس 2 هي عباره عن يو اوف تي بس مضروبه في ايكو ماينس اي تي مضبوط شفت مش هيك؟ واحد على اس بلس 2 تربيع هي عباره عن زي واحد على اس سكوير تي بس كمان فيها شيفت تي تو ذا ماينس اي تي، ناخذهم واحده واحده. اذا هون اكس اوف تي بعد ما غيرنا طبعا لما احنا انتقلنا للتايم دومين. الواحد على اربعه بتضلها موجوده، واحد على اس هي عباره عن يو اوف تي، فبصير عندي يو اوف تي على اربعه ناقص. في عندي واحد على اربعه خليني اكتبها، عندي واحد على اس زائد 2 واحد على اس زائد اي هي اي تو ذا ماينس اي. وين هون ايش هي؟ اثنين؟ واخر شيء عندي واحد على اثنين خلينا نطلعها. واحد على اس تربيع هي عباره عن يو تي في تي بس مضروبه في اي تو ذا ماينس اي تي فبتصير هذه يو اوف تي تي اي تو ذا ماينس 2 تي. طيب الاولى ما ضربناها بتي يا دكتور؟ عفوا ايش ما ضربناها بتي؟ الاولى هاي ولا هاي؟ لا الاولى الاولى هي واحد على اس. لاحظ واحد انا هون لخبطتك لاني كتبتهم بالترتيب المعقول، هي واحد على اس. واحد على اس بتروح يو اوف تي، واحد على اس سكوير بتصير يو اوف تي تي اوكي؟ خليني اكتبها بس عشان بعرف اذا بينت معنا بالتصوير، خليني اكتبها هون بشكل افضل. النتيجه النهائيه اللي تطلع معنا بهذا الشكل اكس اوف تي، راح اطلع اليو اوف تي برا. جوا بصير عندي هلا واحد على اربعه ناقص واحد على اربعه اي تو ماينس 2t ناقص 1 على 2 t e to the minus 8t.
ماشي واضح كيف مشينا اشتغلنا صارت عندي جهات لانه هاي الدرجة هلا هذا الترم وين بروح بعد فترة طويلة جدا؟ راح يختفي راح يختفي مش هيك راح يصير زيرو ونفس الشيء هذا الترم ما يقول انا مضروب في تي مين الاقوى اللي بالظهرة اي تو ذا ماينس اي تي فهذا كمان راح يروح على زيرو بعد فترة طويلة إذا لوين القيمة النهائية ستدي ستيت لوين راح يجي؟ لربع راح يضل ربع زي هذاك كمان هذيك المرة اللي هو مطلوب البي دكتور نعم مطلوب البي لا هو واحد على كي هو اف على كي شوف هلا انت لو فكرت فيها بعد فترة طويلة جدا الفورس هاي دخلتها كم نيوتن كانت؟ الفورس اللي دخلناها اف اوف تي قديش قيمتها كم نيوتن؟ واحد مش هيك مش واحد في اوف تي واحد يعني هلا انت لو ضغطت على زنبرك الستيفنس تبعته 4 بفورس مقدارها 1 نيوتن قديش رح يعمل كومبريشن المسافه رح يعمل كومبريشن فيها ربع ربع هون من هون جاي ربع لانه بعد فتره طويله جدا الماس رح يصير بسرعتها زيرو مش فيش فيها انرجي والدامبر خلص رح يعني يمشي ويوقف وفيش في طاقه مخزنه وين الطاقه رح تتخزن او يضل الشيء الوحيد اللي بقاوم الفورس هو الزمبر فالزمبر فالواحد على 4 جاي من فورس 1 نيوتن على 4 لو غيرت الستيفنس تبعت الزمبر رح تلاقي انه هاي القيمه النهائيه بتاعتها سؤالك كويس لازم تفهمه يعني لو احنا جينا فكرنا الان وعندي هاي الماس والزمبر وجيت تضغط بالفورس هاي ما بتضغط بايدك بتضغط بمجال او شيء فورس رح الماس تبدا تتحرك هلا في ترانزيت بصير ها شو يعني ترانزيت؟ انتقالي تمام كويس انتقالي او مش دائم يعني بعد ما يخلص كل الحفلة هاي الانتقال والهذا وتهدى الأمور يصير ستدي ستيت مين اللي راح يضل عندي؟ راح يضل هالفورس هتضغط في 1 نيوتن ومين الوحيد اللي بقاومها؟ الماس ما راح يقاومها الزمبرة فصار 1 على 4 هي 1 على ستيفنس تبعت الزمبرة هي الديسبيسمنت راح تصير عندنا ماشي واضحة إذا احنا حلينا هلا حالتين في السكند أوردر سيستم مهم السكند أوردر سيستم لأنه غالبية الأناليسيس في الكنترول سيستمز تتعامل مع اي سيستم يا اما فيرست اوردر يا اما سكند اوردر اذا كان ثيرد اوردر بعتبره كانه هو عباره عن فيرست اوردر وسكند اوردر فمهم السكند اوردر وكثير من الاناليسز راح نحلله في الكنترول سيستم في هذا الفصل راح نهتم بالاندر دامب وبشكل رئيسي راح نهتم بالاندر دامب اللي هي الحاله الثالثه راح نركز كثير على الاندر دامب بس راح نجيها اخر شيء لانه بصير في عندي فيها ساين وكوساين واضحه هذه هاي في اسئله عليها خلينا نوقف الفيديو